شهدت جلسة تداولات اليوم تنفيذ صفقات كبيرة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية على سهم العالمية القابضة بقيمة 4,458 مليون درهم مقابل 44 صفقة على 11,200,000 سهم من أسهم الشركة. والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة ولا على المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا هذا. وشهد العام الحالي تنفيذ الصفقات الكبيرة التالية على أسهم العالمية القابضة.